انت باحث كبير في التراث الاسلامي، ايه هي ثوابت الاسلام؟ انا مش عارفها، ايه ثوابت الاسلام؟ دكتور كامل، مصطلح جابوه شيوخ الاسلام في العصور المتاخره، قال ثوابت الاسلام عشان يحفظوا مكانتهم هم. شو ثوابت الاسلام؟ انه هم العلماء وهم ورثه الانبياء، واضطهاد المراه ان ما تخرج من بيتها الا الى القبر الى قبرها، وشهاده لا اله الا الله. ما في تاني ثوابت. شو ثوابت؟ ما في شيء ثابت اصلا في غير الجهاد واضطهاد المراه. ما عندهم شيء يمكن يسموه ثوابت. يعني هي دي الثوابت اللي انت شايفها من قراءتك للتاريخ الاسلامي. شكر الدكتور احمد صبحي. معك. دكتور، يعني كنا بسأل الدكتور كامل النجار على ثوابت الاسلام. انا بقرا هذه الكلمه كتير قوي وانا مش عارفين ايه هي ثوابت الاسلام. الدكتور كامل قال ثوابت الاسلام هي العلماء ورثه الانبياء، اضطهاد المراه، شهاده ان لا اله الا الله، والجهاد. انت هي ثوابت الاسلام ايه؟ ضابط الإسلام هي حقوق الإنسان والإيمان بالله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وفيما يخص حقوق الله سبحانه وتعالى على البشر موعده الله سبحانه وتعالى يحكم بين الناس يوم القيامة. يعني ما يجب أن يقام في يعني في هذه الدنيا هو مراعاة حقوق الإنسان، بمعنى الديمقراطية، بمعنى العدل، بمعنى المساواة، بمعنى احترام الإنسان كإنسان إلى آخره. طيب، يعني واضحة الفكرة. يعني ثوابت الإسلام وحدانية الله وحقوق الإنسان. طيب أنا بالضبط هرجع أنا وحدانية الله، وحدانية الله لا تفرض، وحدانية الله تقع في إطار الحرية المطلقة للعقيدة، وكل إنسان له فكرته على الله كما هو مسؤول عن ذلك. طيب الدكتور سيد القمني، أما كلمة الثوابت، اسمح لي، كلمة الثوابت هذه جاء بها التيار المتطرف لكي يبرر الموضوعات السنه وموضوعات الاشياء المتوارثه، وان يقول لك دي الثوابت. وهو القران الكريم بيناقش هذا تحت بند انهم يعني يعبدون ما وجدوا عليه اباءهم. يعني فالثوابت دي هي ما وجدنا عليه اباءنا، والقران الكريم يقول يجب ان تحتكموا الى القران الكريم في هذا. هل هذه تتفق مع قيم الاسلام كما جاء في القران الكريم ام لا؟ يعني الديكتاتوريه هي افظع سيئه يرتكبها الانسان، وتكون افظع اكثر حين تنسب الى الله سبحانه وتعالى فيما يعني في الخلافه، في مصاب الخلافه الاسلاميه، او فيما يسمى بالحق الالهي ذا ديفرايت اوف كينج الى اخره. يعني في اعتقاد انا متفق تماما مع القول بان الدكتاتوريات في العالم العربي هي اساس البلاء، وهي الذي يعني بعثت يعني اسفل ما انتجه المسلمون اللي هو المذهب الحنبلي. تمام. الديكتاتوريات هي اساس نشر التطرف، لانها تحتاج التطرف في يعني اخضاع العوام. طيب الدكتور احمد، الدكتور سيد القبني بيلخص مأساة، بيقول لك مأساة المسلمين وسبب تخلفهم في ثلاث اسباب: رؤيتهم ان النص صالح لكل زمان ومكان، رغبتهم في العودة 1400 سنة إلى الوراء، رفضهم للآخر. إيه رأيك في هذا الكلام؟ أنا هذا الكلام أنا طبعا لا يعني لا أوافق عليه بالتفصيل وبالإجمال، ولكن أقول إن تخلف المسلمين أنهم لم يتمسكوا ولم يناضلوا في سبيل القيم العليا، سبيع قيم إنسانية، سبيع قيم إسلامية، لكن هي القيم العليا اللي هي العدل، اللي القرآن بيقول عنها يعني ليقوم الناس بالقسط، يعني إقامة العدل، إقامة العدل السياسي بمعنى الديمقراطية، العدل الاجتماعي بمعنى مراعاة حقوق الفقير إلى آخره. يعني ده القيم دي هي هذه القيم ينبغي أن يقوم الناس للدفاع عنها، وإلا بتنبت الدكتاتوريات. طيب دكتور أحمد، إحنا كنا بنسمع الخطأ ليس في الشيوعية ولكن في التطبيق، الخطأ ليس في البعث ولكن في تطبيق البعث. هناك من يقول أيضا مقولة الخطأ ليس في الإسلام ولكن في تطبيق الإسلام، لكن بيقول لك ده هي برضو زي ما تردد عن الخطأ في الشيوعية. فإيه رأيك في الكلام ده؟ هو الرأي يعني يرجع في ذلك إلى موقع أهل القرآن وتوضيح القيم الإسلامية كما جاءت في القرآن الكريم،
من الحرية التي جاءت في أكثر من 1000 آية قرآنية، من العدل الذي هو أساس كل الرسالات السماوية. كل هذا يعني لا، يعني لا يوجد تناقض على الإطلاق في التعرض لهذه القيم كما جاء في القرآن الكريم. لكن حين تدخل في التراث وفي ما أسميه أديان المسلمين الأرضية من السنة والتصوف والتشيع إلى آخره، ستجد التناقض وستجد انتهاك حقوق الإنسان وستجد الدكتاتوريات. أنا بقول نبدأ في الإصلاح، بمعنى نبدأ أولا بتقرير الحرية الدينية المطلقة. ليس من مهمة الدولة، أي دولة، أن تدخل الناس الجنة أو النار، لأن هذه مسؤولية شخصية. مسؤولية الدولة أن تخدم الناس. شكرا دكتور أحمد، الفكرة واضحة جدا.